وللمزيد تنضم إلينا من أبو ظبي تهاني عيسى موفدة التلفزيون المصري. تهاني، بعد التحية أطلعينا على الجديد لديك. الجديد إن في مشهدين اتنين يعني كانوا بصراحة يعني هنقول زي ما هم قالوا هم دول المصريين اللي دايما بيعبروا عن رأيهم وعن يعني واقفين ضد يعني هنقول ايه واقفين جنب بلدهم وضد اي مخاطر تحوط ببلدهم مصر. المشهدين اتنين غاية في العظمة، مشهد كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة، الأسر المصرية. المشهد الأكثر عظمة إن النهاردة طبعا الأجازة، أجازة في القطاع الخاص بالنسبة للعاملين بأبو ظبي، كله جه شباب من أعمار من 20 ل 40 سنة، كلهم لافين علم مصر واغاني وطنيه ان هي يعني بتبث ليهم روح الوطنيه، وكلهم في نفس واحد احنا مع بلدنا، احنا لازم ننزل ونعبر عن راينا، ده واجب علينا تجاه بلدنا. المشهد الثاني داخل اللجان الانتخابيه، داخل اللجنه نفسها من اعضاء اللجنه، لو في اي مشكله اي حاجه في كفيف، شفت المشهد دوت، بيجي معاه حد من اعضاء اللجنه وبيفهمه وبيطلع معاه عضوين اثنين من الاعضاء بيبين له انت يعني هتعلم على مين، انت رايك فين، انت محتاج ايه. في اعضاء كمان اللي لفت النظر اكثر المتطوعين، المتطوعين من المصريين في ابو ظبي، لو في اي مشاكل بيقوموا بتنظيم الطوابير. النهارده في طابور كبير جدا جدا من المشاركين والناخبين جايين باسرهم، زي ما باكد دايما بالاسر، اطفال، المراه، الزوج، الزوجه، كله جاي بيعبر عن رايه علشان بلده وعلشان الاستقرار والتنميه. صحيح. طيب يعني تهاني، من هذه المشاهد اللي لمستيها مدى كثافة الإقبال أيضا يعني خلال أيام الانتخابات؟ النهاردة مش هبالغ إن قلت إن كان في حشود كبيرة جدا، أعداء يعني أعداد كبيرة جدا من المشاركين اللي جايين يدلوا بأصواتهم، أحاديث جانبية بتؤكد على إن مصر شهدت طفرة كبيرة من المشروعات القومية العملاقة. طب قولوا لي زي إيه؟ طبعا في الكهرباء، في الصحة، في الإسكان، العاصمة الإدارية الجديدة، طبعا علشان يعني إن احنا نيجي احنا هنا، رغم إن احنا قاعدين في مصر ومغتربين عن مصر، لكن لما بننزل بنلاقي مصر بقت في حته ثانيه. ده على كلامهم ان مصر شهدت طفره كبيره في الجامعات التكنولوجيه، في الطرق، في الكباري، في الاسكان زي ما قلت حضرتك، في حياه كريمه اشادوا بها جدا جدا، في القضاء على العشوائيات. كمان اللي كان ملاحظ اكتر واكتر ان الفتاه المصريه السيدات ان هم جم قالوا كمان ان الفتاه المصريه او الست او السيده المصريه تمكنت اكتر واكتر في الايام السنوات الاخيره، تمكنت اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، في مناصب اخذتها المراه المصريه ما كانتش بتاخدها قبل طيب كده. يعني تهاني، اجراءات عديده يعني قامت بها الهيئه الوطنيه للانتخابات لتذليل كل العقبات في طريق الناخبين، يعني رايك في ذلك وراي ايضا من ذهبوا لمراكز الاقتراع؟
والله هم يعني إشادة جماعية بالتنظيم وحسن الاستقبال، وهنقول لأكتر من كده إن لو في أي مشاكل أو أي معوقات بتعوق عملية المشاركة بالنسبة للناخب، بنلاقي أكتر من سفير او عضو النائب السفير كان بنفسه داخل اللجان فتره كبيره جدا، في اي مشكله بيذللها، حريص جدا على اللقاء والتواصل مع الناخبين داخل وخارج اللجنه لإذلال اي مصاعب او مشاكل امام هنقول اللي هو الناخب اللي جاي يدلي بصوته. صحيح. تهاني عيسى مفادة التلفزيون المصرية، كنت معنا من أبو ظبي، أشكرك على هذه التغطية الوافية.